السلام عليكم. اهتزت ولاية ليمسان في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجئ أليم راح ضحيتها العديد من العسكريين الجزائريين. تابع الفيديو للأخير. قتل 3 عسكريين جزائريين وأصيب آخرون بعد انقلاب مركبة عسكرية في منطقة سيدي الجلال بمدينة سبدو بولاية ليمسان. وقالت مصادر على الفيسبوك أن الشاحنة العسكرية كانت تحمل على متنها عدد من الجنود كانوا ذاهبين في مهمة قبل أن تنقلب بهم، أين تم نقل الضحايا لمستشفى سبدو، وللأسف توفي 3 منهم فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.